من قلب مكة المكرمة أطلقنا سلسلة جامعة أم القرى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى أرجاء العالم، بالشراكة بين شركة وادي مكة المعرفة ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى. سلسلة تعليمية تمكن المتعلم بالمعارف والمهارات اللازمة لإتقان اللغة العربية وتقديمها بتقنيات حديثة وسلسة تعزز دور التعليم الذاتي للمتعلم وتحقق متطلبات جودة التعليم نطقاً وكتابة وقراءة، حتى يتمكن الناطقين بغير العربية من فهم اللغة العربية في مواقف الحياة العامة. تتضمن السلسلة 5 كتب للطالب و4 كتب للمعلم ودورات تعليمية للطلاب غير الناطقين بالعربية ودورات لإعداد معلمي اللغة العربية كلغة ثانية. احصل على السلسلة عبر المتجر الإلكتروني. نسعى إلى إثراء اللغة العربية ونشرها عالمياً.